لونكم الأبطال، شلونهم المحللين الأبطال، عين الجنرال يورين تحت المجهر، عدسة 40 قوة تكبير. حبيت نصوركم هذه العين الدسمة. طبعا الدم موجود بأبهى صوره، هنا نحرك بالفاين حتى تشوفون. راح نسوي زوم اكثر، اكو ذن الخليتين بالوسط الباص والار بي سي، شوفوا الفرق. يعني احنا دائما هذه متكلمين عنها سابقا، الار بي سي ذات لمعة والباص البطنها داخلها يكون محبب. طبعا اكو تكتلات للدم لان العينة كانت تركيز عالي بالار بي سي. حتى اللون العينة بالفحص العياني ليه مو لون اصفر. وجود ايضا ميوكاس، يعني ميوكاس موجود بها صورة ايضا مع وجود الار بي سيز، وجود كمية اقل من عند الباص. خوش عينة حتى تستفادون، يعني الانسان كل ما يشاهد اكثر عينات يعني التشخيص يكون افضل. خدمتكم استاذ علي.